أهلا بيكم، أنا مريم فهيم من شركة ريل سبيس للتسويق العقاري، والنهاردة هنتكلم عن مشروع جديد ومهم لشركة كورنر ستون. كومباوند ريد المستقبل سيتي مشروع كامل الخدمات على مساحة 60 فدان مباشرة على المزار السياحي للمستقبل سيتي، وبكده المشروع هيكون في قلب المدينة وبالقرب من كل الخدمات الترفيهية والتعليمية والإدارية، بالظبط قدام مشروع هابتاون حسن علام وسور بسور مع بلوم فيلد لشركة تطوير مصر، ومشروع البوسكو سيتي لشركة مصر إيطاليا. أما عن النسبة البنائية للمشروع هتكون 17%، والمشروع هيكون بالكامل فيلات متشطبة بنسبة 80%. تم تصميم المشروع من خلال شركة في نيويورك. الاستشاري الهندسي هيكون ياسر البلتاجي، والاستشاري التنفيذي محرم بخور. شركة اللاندسكيب هتكون شركة استوديو 5. المساحات بتبدأ معانا من أول 170 متر إلى 253 متر، ده هيكون في التاون هاوس، والتوين هاوس من 230 متر ل 245 متر، والستاند الون بتبدأ من أول 255 متر لحد 420 متر. أنظمة الدفع بتبدأ من أول 5% وتقسيط بيوصل لـ8 سنين، وخصم الكاش بيكون 40%، الاستلام بداية من 3 سنين. طبعاً لتفاصيل أكتر ومعرفة أماكن الوحدات المتاحة هستناكم تكلمونا على الأرقام الموجودة على الشاشة أو الموجودة أسفل الفيديو.